عندنا حاجة شبيهة برحلة الشتاء والصيف. في فترة الصيف تأخذ الكهرباء أموالنا وأموال السلطة المحلية، ولا نستطيع أن نغطي مسحوبات الكهرباء. ولكن في فصل الصيف تنخفض مسحوبات محطات الوقود للكهرباء، ويكون هناك أحيانا معادلة متوازنة تعطي الشركة وفر في الكميات الموجودة، وهناك تعزز إيرادات الشركة. ولكن احنا بالنسبة لهذا الموضوع عملنا هناك فصل ما بين، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد توجيهات الأخ المحافظ مبخوت بن ماضي، بأن يكون هناك فصل ما بين إيرادات الشركة وإيرادات المنحة المقدمة من بتروم سيلة. وبهذه المعادلة بتكون الأمور الآن أكثر وضوح مما كانت عليه، وبتتضح الأعباء التي كانت تتحملها شركة النفط عما كانت في السابق. تفضل دكتور هاني. ولذلك نقول أن الطريقة هذه التي تقوم شركة النفط بتغطية مسحوبات الكهرباء إذا استمرت على مدى العام لن تستطيع بتغطيتها، ولكن تأتي من فترة إلى أخرى دعم سواء من السلطة المحلية لدعم شركة النفط في تغطية العجز الموجود، وكذلك أيضا من الحكومة. كثير من الكميات التي وصلت مشتراة من الحكومة ليست كل الكميات من داخل المحافظة، كميات كثيرة جدا، إضافة إلى أموال قيمة كميات تم اشتراها بدعم من الحكومة في السنوات السابقة وحاليا. في هذه الأيام أيضا تم شراء باخرة مازوت، وأيضا كمية حوالي 5000 طن ديزل دفعت قيمتها الحكومة.